السلام عليكم. احنا اليوم مرة ثانية في تاريخ بنحب نحكي عن حالاتنا، برد احكيها مرة ثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة، احنا بنحب نحكي عن حالاتنا. هذه الحالة تاريخ 12/5/2022، عمر الاخت 35 سنة، استنوا سنة ما صار في حمل، ما في سبب واضح لا عند الزوج ولا عند الزوجة، اخذوا قرار يسرعوا في الحمل وهذا كان قرار سليم لانه عمر 35 سنة عمر الزوجة. عملنا برنامج اطفال انابيب راسا، الحمد لله توفقنا لاول مره، عملنا برنامج انتقاء سلامه الاجنه، والحمد لله اجت هاي البنوت الحلوه لهي العائله الجميله المحترمه اللي افقت فينا. وكل الناس انه ورا كل موضوع في قصه بنحكي عنها عشان نعبر عن المشاكل بتصير عند الناس. اذا في بعض احيان القرارات السليمه تؤدي الى نتائج سريعه وسليمه. اذا كان عمره 35 سنه استنوا سنه حمل الطبيعي ما صار شيء، مع عدم وضوح اي سبب تاخر الحمل لا عند الزوج ولا عند الزوجه. عملنا برنامج اطفال انابيب مع تحديد سلامه الاجنه واستخدام التقنيات الحديثه مثل الحضن الذكي والذكاء الصناعي في انتقاء سلامه الاجنه، وجدت هاي البنوت الحلوه لهاي العائله المحترمه. نحن بنشكر زملائنا، بنشكر التعب والجهود اللي نتعبها ليل نهار. بحب نحكي عن حالاتنا عشان نحكي انه احنا بننتج، نقول لكل الناس عشان نعطي الامل يظل موجود. بقول لكل الامهات لا تقنطوا من رحمه الله، وسعوا واجتهدوا وان شاء الله الرزق يجي من عند رب العباد. احنا هذا كله من عند ربنا، لكن احنا ناس جديين بنتعامل بكل اصول المهنه، وان شاء الله يا رب الله يعطي كل الامهات. بشكر زملائي في وحدة الاقصاء بالرات مستشفى شمساني ووحدة الخلاج مستشفى شمساني. رح نضل نتعب ونجتهد ونحكي عن حالاتنا وان شاء الله التوفيق يجي لكل الناس. اليوم تاريخ 12/5/2022، خير وبركة وان شاء الله في حالات اكثر. والسلام عليكم، مع السلامة.